كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. دقيقه حظ. صباح الفل عليكم الكل. نهار جديد نستقبلوه بضحكه بنينه القلب للقلب. مازالت هيك الأجواء الإيجابية ترافق الأبراج الترابية كيف الثور العذراء والجدي، أجواء حماسية، فما تجربة مهنية جديدة، حظوظ وافرة على كافة الأصعدة، حتى الحمل الناري عنده تطورات وتحقق زيدة بعض الطموحات واتصال هاتفي من شخص عزيز عليك، وفما زيدة لقاء في المستقبل القريب، والثور منصب جديد تمنيته من مدة بعيدة، واليوم بقدرة ربي تحقق بعض الأحلام، حظوظ كبيرة، فما تغييرات مهنية وتعيش انت عاشة ما كيفهاش، والجوزاء تغييرات إيجابية في حياته العاطفية، أعرف كيفاش يسيطر على الوضعية، تعيش مصالحة، وفما زيد الاستقرار، والسرطان الوضعية الصحية راهي تتحسن بعد فترة الحقيقة كانت سلبية شوية، والأسد يرافقوا الحظ على صعيد العاطفي، نهاير اللقاءات والاحتفالات، والعذراء زيد عنده بشرة خير، تعيش حظوظ ممتازة وبوادر إيجابية تخص وضعيتك المالية. الميزان انت مطالب بإتمام كل أعمالك السابقة وترتيب عايشك أولوياتك، خاصة في المرحلة هذه بالذات، حتى العقرب مثالش كان تسمع من الحبيب ويزي عادك هاو يزي من التمرد، انت مطالب الاعتذار وخلي زيدة للصلح مكان. النبي يا رب تجيب العوائد سليمة، الهدايا عايشك، خلي أموركم تتحسن، والقوس فترة اتصالات مهنية داخل على مشروع العمر، فما فلوس وبقدرة ربي انجح من نصيبك، حتى الجدي تتغير الظروف للأفضل وتعيش تغييرات ماهيش متوقعة. ادلو حاول تتجنب المواجهات وابعد عايشك على الانفعالات، وادلو كيف كيف زاد الحوت نختمو معاه، هذا الحوت ابعد على الأفكار السلبية، غيمة كحلة وماشي على روحها.